انا تزوج في 2010 و2011 شرا هذا المشكل هذا، وولادي زادوا قدامي ما شفتهمش. السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه، بغيت نشارك معكم القصه ديالي. معكم كريم حلوفه، اقطن في مدينه وجده، تعرضت لاغريسيو من طرف جوج تاع الناس، ضربوني بالمقاطع العينيه، فقدت البصر في وحده مشات في البلاص ما بقيتش نشوف بها، ووحده كان عندي فيها امل وبقيت كنتبع في الطبه مع الطبه، ما خليت مراكش، ما خليت الرباط، ما خليت كازا، وعندي الامل في واحد العين ووحده مشات، يعني اليسريه اكوش مشات واليمنيه باقي كنشوف بها شويه، يعني غير لي كولور يعني، وعندي واحد الامل وامل كبير ان شاء الله. وكنطالب من المحسنين وكنطالب من هاد الناس القلوب الرحيمه يوقفوا معايا الله يجزيكم بخير. انا تزوج في 2010 و2011 شرا هذا المشكل هذا، وولادي زادوا قدامي ما شفتهمش، يعني انا درك راني كنعاني وراني درك وليت مقعد، يعني انا شاب في عمري 29 سنه وليت مقعد، يعني انا كنطالب بالقلوب الرحيمه شوف يعني في هذه الحاله ديالي، لان انا وليت في واحد الحاله يرثى لها. الله يجزيكم بخير، الله يعطيكم ما كتمنوا في حياتكم ان شاء الله. اللي كيشوف هذا الفيديو يوقفوا معايا ولو غيب الدعوات ولو غيب اي حاجه، يعني انا وليت الان مقعد، يعني جوج وليدات زادوا قدامي، غير الوالد اللي كيخدم علينا، الوالد في عمره 65 سنه وكيخدم علينا. الحادثه اللي وقعت لي فيها انا كنت غادي عند الاخت ديالي، كان عندها واحد الفرح، كنت غادي عندها، تعرضوا لي جوج تاع الناس، جوج تاع الناس هادو لقاو الجزاء ديالهم، ضربوني بالمقاطع وضربوني بالجنوي الرجليه، وداو تليفون وداو 400 درهم وكاسكيط، وسمحوا فيا ومشاو، داو داك الشيء ومشاو، ولكن الناس تعرفوا عليهم ومشاو خداو الجزاء ديالهم، ضربوا الحبس وخرجوا 20 مليون تاع التعويضات، ما عطاونيش لان اصلا هما ما عندهمش 20 مليون تاع التعويضات اللي خرجوها للمحكمه، ما عطاوهانيش لان ما عندهمش. وبقينا نجريو، يعني كيما يقولوا ما خلينا مراكش، ما خلينا اكادير. الاخر التالي كيما يقولوا للطبيب التالي قال لي ودي راه خصك 30 مليون باش تقلع هذا الابيض اللي عندك على هذه العين هذه، وعاد ندير لك عمليه زرع القرنيه. وانا كنطلب جلاله الملك وكنطلب المحسنين وكنطلب من القلوب الرحيمه يشوفوا في هذه الحاله ديالي، لان انا كيما يقولوا وليت مقعد، كيما قلت لكم الله يجزيكم بخير، وليت مقعد، الوليدات ديالي زادوا قدامي ما شفتهمش، دركي راني في واحد الحاله يرثى لها، الله يجزيكم بخير، عاونوني، شوفوا في الحاله ديالي، راني كنشف في العالي، الله يرحمكم الوالدين، اخواني، اخواتي، الله يجزيكم بخير، اللي يشوف هذا الفيديو هذا، واللي بارطاجي وشوفوا، لا اله الا محمد رسول الله، هنايا خانت لي الكلام راه يهرب لي من الفم ديالي، الله يجزيكم بخير، وقفوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين. درك انا راه عندي الامل، واحد الامل واخا بسيط، والمهم انا بغيت غير على الاقل واخا نشوف غير مره واحده ولادي، غير مره واحده. عندي جوج وليدات ما شفتهمش، انا تزوج في 2010 و2011 لي المشكل مع هاد الناس هادو، واخا خداو الجزاء ديالهم، انايا راني كما يقولوا راني مقعد، راني في الركنه مريح، ما كانش لي لو كان الوالد درك يخطاني انايا ما كانش اللي غادي يصرف عليا. درك هو عندي الوليدات صغار، يلا عند الولد الكبير عنده 8 سنين، الولد الصغير عنده 5 سنين، يعني الوليدات صغار. ما كانش لي غادي يعاونني، ما كانش لي غادي يشوف في هذه الحاله هذه من غيركم اخواني، الله يجزيكم بخير. انا كنطلب جلاله الملك كنطلب به الاعانه والعون، وكنطلب القلوب الرحيمه، الله يجزيكم بخير. شوف في هذه الحاله ديالي، راني بغيت انا نشوف وليداتي، وبغيت نشوف انا هذه الدنيا هذه، راه عندي 29 سنه في العمر ديالي، وهاد الناس هادو واخا خداو الجزاء ديالهم، راه كما يقولوا راه ما غاديش تبرد لي الكيه ديالهم، لان ما علاش راه فقدت البصر على من على تليفون وعلى 400 درهم. هذا الشيء اللي كاين، ونطلب من جلاله الملك والمحسنين الله يجزيكم بخير، عاونوني، الله يرحمكم الوالدين.